مرحبا أصدقائي، راح أنتظر الإشعار يوصلني، وأيضا راح يكون هذا اللايف بجانب تفاعلي، راح أخليكم وياي بالتعليقات. مع معركة انطلاق تحرير عمليات مدينة محافظة نينوى وقرب استعادة هذه الأراضي، السؤال الأول اللي سألوني إياه كثير ناس، إنه هل تتوقعين إنه معركة الموصل تحسم قريبا؟ بحسب كل القراءات اللي قرأناها والمتابعات والأخبار وقيادات العمليات المسؤولة في الميدان، إنه واضح الجميع يتحدث عن عملية طويلة الأمد، وأيضا عن وقت نحتاج به إلى أن نصبر. طبعا ما حققه الشعب العراقي في بداية عمليات انطلاق الموصل، وهذا للأمانة شيء مشهود، وممكن أي واحد لمس هذه الحقيقة، توحد الناس وتوحد قصة الناس على قضية أنه إحنا عراقيين، وأنه الموصل عراقية، وأنه الناس انتبهوا لقضية أنه عملية استعادة الموصل هي لن تكون كما أراد البعض عبارة عن مقدمة لتقسيم العراق إلى ولايات وإلى أقاليم. بالنتيجة أثر المخاوف، ليش إحنا ضد الأقاليم؟ أثر المخاوف من تحول العراق إلى دويلات تابعة إلى الدول الأخرى المسيطرة والمهيمنة، سواء قطر والسعودية، وتوجه قطر يكون شق من العراق تابع إلى في حال صارت عملية التقسيم، أو الأمر الآخر بعيدا عن إيران أيضا وجانب إيران. فالقصد انه العراق كدولة وكشعب بي من المؤهلات انه ينتصر لقضية انه تكون فيه حكومة وطنية وتدعو الى الناس الى عيش حياتهم وتعطيهم حقوقهم وتخلي الناس يدافعون عن حقوقهم وعن حقوق الاخرين، بمعنى انه اصطفاف الشعب يكون للدفاع عن نفسه باعتبار المصير هو مشترك، وباعتبار انه اذا انا سمحت بقتل واحد غيري لانه هو مثلا ما يلبس لبس اسلامي، معناها اني بكره ممكن اسمح لاي واحد يجي انه يقتلني لان اني اصلي. اوكي، فبالنتيجة الناس شو تفكر؟ انه انا اذا احمي حرية الشخص غير المتدين اللي ما يأذي بيها الناس، مقابل انه انا راح تنحمي حريتي في اقامة ايضا الشعائر الدينية. يعني مثال بسيط على هذا نقدر نتكلم عن تركيا، والموضوع مو غريب، تركيا بها مسجد وجامع بنفس الشارع، اللي رايحين لتركيا العراقيين يعرفون هذا، بها نظام اسلامي، بها جامع وبها مساجد وبها ثقافة الشرقية، وبها الجانب الاخر بها بارات وبها أماكن موسيقى وبها أماكن اللي ما يقتنعون بها الإسلاميين. فالكلام عن في حالة إنه إحنا لغينا قصة الأمن، ليش الأمن هو شيء مفصلي؟ لأنه إذا الناس عاشوا تنازلوا عن أبسط حقوقهم في الحياة، تنازلنا عن العمل، تنازلنا عن الكهرباء، تنازلنا عن المي الصالح للشرب، تنازلنا عن بيئة طبيعية، تنازلنا عن ساحات ومتنزهات في مناطقنا. إذا تعرفون جميع المخططات العمرانية في المحافظات العراقية تتعرض للهدم، لأن هي من تأسست بالأعوام ستينات وسبعينات لليوم، مع زيادة الزخم السكاني ما قامت أمانة العاصمة في المحافظات بإعادة التخطيط لهذه المدن، وسوت لها متنفسات، وهذه المتنفسات هي عبارة عن خطوط شوارع جانبية بالإضافة إلى متنزهات صغيرة للأطفال ويسموها الحزام الأخضر. لهذا أنه إحنا عندنا مثلا في المقابل من يغيب الحزام الأخضر، أنا أتكلم عن هذا لأن هذا الموضوع مهم، يعني ما جاي أجيبه باي ذا واي، هاي واحدة من الأشياء الكثيرة اللي ما يتم الانتباه إلها، ولأنه إحنا ما نعرف حقوقنا وما نعرف أنه من حقنا كأبناء مدن، يعني مدننا تم تهديمها وتحويلها إلى قرى،
تلاحظون انه في مدن مراعي اغنام موجوده، وهذا الشيء صار منظره مألوف. او في نص العاصمه بغداد يفوت راعي غنم ويقطع الشارع بقطيع او الاغنام. فالغياء تحويل البلد الذي يحتوي على مدن الى بلد يحتوي على قرى، زين؟ لانه لما يسود نظام القريه، يعني تلاحظون احنا حتى تخطيطنا العمراني بعيدا عن السلوك والمؤسسات والروتين والعصابتيات والواسطات الى اخره، حتى المدن وبناء المدن اللي كانت مدن، اللي كانت هي تسمى مدينه قياسا على عمرانها وجمالها وازدهارها، لكن القرية هي اسمها قرية. فتحول مدننا إلى قرى منكوبة بضمنها البصرة، بضمنها بغداد، بضمنها كربلاء، بضمنها النجف، بضمنها المناطق المدن الغربية، بلس إنه لأن العقلية اللي دمرتها هي عقلية متخلفة أيضا. الازدهار بالإنسان يتم عبر توفير إلى متطلبات الأساسية. إذا نبدي من أبرز شيء بالعراق، لما كنت أسوي التقارير وأخذ استطلاع عن طموحات الناس في الأعياد، الناس يقولون صار فتشي مكرر ومطلوب بشدة، وكل ما جاي يمر وقت يتم إحنا نحتاج إلى أكثر، اللي هو اسمه الأمن. لما تتحول البلدان، المفروض بلدان محمية وذات نظام وعندها أمن توفر الأمن لمواطنيها، لما تتحول هذه البلدان إلى غياب الأمن، معناها مقابل غياب الأمن راح الإنسان المواطن اللي يعرف حقوقه يتنازل عن جميع حقوقه، ينزلها للصفر، لأن هو بس يريد يادوب يعيش بالصدفة، لأن الأمن ما متوفر له. راح يصير أي إضافة في حقه جديدة هي مكرمة من مكرمات، مثل طريقة صدام حسين، مكرمة من مكرمات السيد القائد. زين من الوزير أنه ينطينا كهرباء، زين من الوزير ينطينا نسبة مخصصات في الراتب بوزارة النفط، زين من الوزير أنه سوى قرار إلى آخره، بينما القمع يكون شيء يتم تقبله. القمع من أي ناحية؟ بتحويل المدينة وبناء المدن، دولة مدن ومحافظات عراقية إلى مستعمرات لقرى صغيرة اللي تحكمها عبارة أنماط عيش وسلوك بدائي. هذا يتم عبر غياب الأمن، وعبر ترسيخ قصة إنه إحنا قابلين بغياب الأمن. شلون؟ إنه ما تفهم لأنه سبب غياب الأمن هو مو هذا الآخر اللي جاي ينكتل حالة من حالك، لأنه الناس تحولت في ظل غياب الخوف أما إلى مفترسين أو إلى ضحايا. عصابة أقوياء وأشداء مسيطرين على الأشياء، مسيطرين على الأمور، عندهم فلوس، عندهم مال، عندهم وجاهات، عندهم سلطة، عندهم علاقات، عندهم شلل إلى آخره، عندهم نفوذ، كل الأشياء متوفرة لسلطة هذا الانفصال الاجتماعي. يعني رأسا مرة واحدة برزت في العراق طبقتين، زين؟ طبقة هي تملك كل المقومات والمؤهلات والمخصصات والإمكانيات وطرق التدخل والوصول إلى آخرين، زين؟ وهي تبدي من أعلى الحرم إلى القاعدة، زين؟ تبدي من أصحاب المنافذ العليا في الدولة إلى أن ننتهي إلى ناس من الشعب، أوكي؟ التصنيف هرمي، إنه هذول كلهم بيهم هاي النوعية اللي هم الأقوياء، زين؟ في حكم الغابة، في حكم غياب الأمن. في المقابل راح تلقى على طول الهرم الضعفاء، الطبقة الثانية اللي انوجدت بالعراق. ليش؟ لأنه هي في ظل غياب الإنسان يرجع غريزيا إلى أحاسيسه الأولى. إذا هو كهرباء ما عنده وأمن ما عنده ممكن يموت. تحولنا إلى نصف العراق بأنه العراق يعيش، نعيش في العراق يوم قيامة عراقي، زين؟ لأنه تحولنا إلى أما ضحية أو مفترس، آكل أو مأكول. اللعبة هيك تتطلب، ما تتطلب إنه أنت تكون محايد،
على الأقل، أو إيدك بيضة زين، لازم تتورط في أي طريقة. أو تختار تكون مع الضعفاء، هيجي صارت المعادلة، أنه أنت إذا تريد تثبت على نفسك، تثبت على مبادئك، وتثبت على أخلاقياتك، لو تصير مع شلة الأقوياء وأنت رابح، رابح بوفق مواصفاتهم، لأنهم يفكرون الطريقة غابة. بس إذا أنت تفكر بالإنسان، راح تفضل تكون ويا شلة الضعفاء، شلة اللي يباعون الأشياء ويقدروها، وعلى الأقل احنا نسمي نفسنا شنو، مناوئين للسلطة. السلطة مو وحدها هي السلطة بتمثلات المؤسسات مالتها، رئاسة وزراء، برلمان، سلطة قضائية إلى آخره. السلطة بمعنى الباور، همي كل الناس اللي عندهم باور. واحد عصابتشي براس المنطقة، وعده شلة عصابتشية وياه، ومدعومين من الحزب الفلاني، هذول همين من شلة الأقوياء. فالحل شنو؟ دائما تقولون إنه الآخرين ما يمنحون حلول، يتحدثون بس عن المشكلة. خلونا نتفق إنه الحديث عن المشكلة هو جزء من الحل، وخلونا نتفق إنه معرفة السؤال هو جزء من الجواب. إحنا لما نسأل أسئلة مهمة، أسئلة ضرورية، مو عبارة عن لعب بالكلمات، حتى نجاوب الأجوبة اللي نحتاجها ونفهم. واحدة من الأشياء اللي فهمناها إنه الآكل والمأكول ويوم القيامة العراقي من بعد 2003 إلى اليوم، هو شيء من اسمه غياب الأمن. غياب الأمن منو مسؤول عنه؟ مسؤول عنه سلطتك، مسؤول عنه حامي البيت، مسؤول عنها هاي السلطة اللي أرادت أنه تستأثر في بسلطتها، أرادت أنه تدير الأشياء بطريقة أنا ربكم الأعلى. فوصلنا إلى نتائج بالمقابل المضطهد مضطهد. أنتم قلنا أنه أوكي، هم هوسوا وطلعوا العشائر وشيوخ العشائر السنية وهوسوا، ما هم بالأخير مضطهدين. أنت أبو البيت، انت هم اضعف من عندك، انت صاحب السلطة. كان بالامكان رب قول انفذ من صول. السياسة والدبلوماسية حاليا، كل اللي جاي يصير في امريكا، الحرب والتشنيع على ترامب، انه ترامب قد يقود الى اتخاذ، هو شخصية حروب، قد يقود الى اتخاذ قرارات تسبب انطلاق المزيد من الحروب لاسباب مو مدروسة، مثل شخصية ترامب. وهم يريدون يكسبون الأشياء بمقدار أقل من القرارات اللي قد تضطر الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ قرار مع الناتو، مع المجلس الأمن، مع غيرهم، باتخاذ ودخول حروب أخرى. زين، احنا عندنا شيء من هذا اللي يقول لك رب قول أنفذ من صول. زين، ممكن أيضا أنه نفهم هاي المرحلة حتى نتجاوب على سؤال المرحلة القادمة. هل إحنا أبلينا كناس وكمواطنين وكأشخاص وطنيين يشعرون بحس الوطنية والمسؤولية أمام هذه اللحظة التاريخية اللي يمر بها العراق؟ هل أنه إحنا أدينا أداء حسن، أدينا أداء ممتاز منذ انطلاق عملية تحرير الموصل ولغاية اليوم؟ الناس كلهم مهتمين، الناس متكاتفين مع بعضهم، الفلتات اللي صارت، أو خلوني أسميها الناس اللي يعملون بالضد، اللي يريدون يثيرون الطائفية، واللي يريدون يثيرون هذا التحسس من الآخر من جديد ويرسخوله. زين، لهذا انه احنا انتصارنا في معركة الموصل هو انتصار اخر لابد انه يتحقق معه حتى نكون منتصرين فعلا، انتصار الوحدة، وحدة الناس. هذا ما تتعايش مع الاخر، تحبه ما تحبه، هذا الامر راجع لك، لكنه تتعايش معه، ما تكتله، رغم انه هو يختلف عنك. مو شرط سني، مسيحي، يعبد الشيطان، او وات ايفر كانت عقيدته. زين، فالموضوع ليش نركز على انه احنا خلونا في المرحلة هاي العمليات جاي تتقدم؟ نحتاج حرص، حرص من الجميع. انفعالاتكم قللوها، اهدؤوا، لانه احنا على مشوار تاريخي.
لو نوقف بحر الدم، لو راح بعد للأبد نضيع فرصة علينا كانت متاحة، وممكن إنه يعني ما يصير هذا الموضوع وما نوصل له. زين، تحسين، ربي يحفظك، الصابرين على الروح الوطنية. سامان، نتمنى ألف سامان سر سربست، نتمنى ألف فتاة من أمثالك. شكرا جزيلا. أنا راح أحاول أقرأ شوية من هذا. علي، علي العراقي يقول: مع الأسف يا سيدتي الكريمة، منو يفكر مثلك؟ زين، فالمرحلة الجاية خلونا نسحب أنفاسنا، نهدأ، نركز على الجانب الآخر عند الآخر. شنو الخوف؟ الخوف يخلينا نرجع إلى غريزتنا كجانب من عندنا، بي جانب حيواني، فنظل نعيش على الدفاع والهجوم. زين، هذا الموضوع يغيب اللي اسمه العقل، ما نتحاور مع الآخر، ما نتفهم مخاوفه، إنه هو ممكن بأي لحظة يشرد، يهجر، يقتل أبوه، يقتل أمه، تهان كرامته، تعرض لابتزاز، تكلم، يسمع كلام إياك أعني واسمعي يا جارة، وكل هاي الطرق اللي تأثر على الإنسان وتحوله إلى إنسان مهدد، إلى إنسان مهدد. يعني تصير حياتك ما مستقرة، عيشك مهدد، مخاوفك في أي لحظة أنت ممكن ما تلقى مي. زين، أو في ممكن في أي لحظة ناس واحد يتكلم معاك على أنه أنت متهم. زين، أو ممكن في أي لحظة أنه بنت تمشين وتسمعين كلام، لأنه ها والله مدينة كانوا بيها داعش، وكل هذه التبعات اللي موجودة احنا عندنا في مجتمع وفي تقاليد وفي أعراف شديدة، كيف تتعاطى مع هذه الأمور بشكل أقرب للقرية من للسلوك الإنساني وللتفهم الإنساني وللاحتواء الإنساني. إنسانيا نفهم أنه الضعيف يحتاج إلى المساعدة، اللي تعبان يراد واحد يوقف وياه، اللي مختنق يراد أنت شوية تسمع من عنده. زين، هذني كلهن نعوفهن، نرجع إلى بدائيتنا الأولى، نرجع عبارة عن آكل ومأكول، فريسة وغابة. أما من جماعة الأقوياء الأسياد أو من جماعة العبيد، الحل هذا هو حل متوفر جدا. زين، مع الموصل وأحداث الموصل هناك أعداد كبيرة من المنادين بقصة الوحدة الوطنية والدولة الوطنية، اللي هو احنا سميناه أو تاريخيا جميع من نظر إلى مشروع الدولة العراقية. قبل أيام كنت أتكلم مع أحد الأصدقاء عن مشروع الدولة الوطنية العراقية، قلت له على الأقل خلينا نحسب نفسنا مثل اليهود، احنا مو نسميهم اليهود. زين، أنا ما يعني هامش، هذا المثال والأمثلة تضرب ولا تقاس. احنا مو نسميهم اليهود، واكو نظرة دونية لليهود إلى آخره. اليهود لا عندهم أرض ولا عندهم شعب، زين، ولا عندهم حكومة، وبدأوا التنظير للدولة اليهودية. إسرائيل صارت اليوم، وصارت واحدة من أقوى الدول اللي موجودة بالعالم. زين، التاريخ ممكن إنه نتعلم من عنده هذا الموضوع، وندرس من عنده هذه القصة، ونقول ممكن ننظر لمشروع الدولة الوطنية العراقية. بس احنا عندنا شعب، وعندنا أرض، ونحتاج فقط، عندنا دستور، نحتاج فقط حكومة وطنية تأسس مشروع الدولة العراقية اللي صارنا كوما ننتظره، واحنا اوريدي عندنا شعب، واوريدي عندنا قاع، عندنا مكان. زين، ونحتاج بس هاي النقلة النوعية، وعندنا مقومات، وعندنا نفط، وعندنا أماكن ممكن استثمارها سياحيا، عندنا زراعة، عندنا عجلة صناعة والاقتصاد اللي ممكن هواي أشياء بيها تتحرك بالقطاع المحلي.
عندنا بلد فتي، يعني الإحصاءات 60، أكثر من 60% صاروا من العراقيين هم شباب، مو كبار بالسن. فهذا ممكن جدا، بس أرجوكم خلونا نهدأ. يعني بس أريد أقول لكم اهدأوا زين. شكرا، أهلا بيك، أهلا بيك مؤمل. زين، فممكن إذا ننقل هذا المثال البسيط، نلقى عند العراق متوفرة كل المقومات اللي ممكن احنا بها ننتقل من قصة اللا دولة والفوضى وغياب الأمن، وصرنا آكل ومأكول أو ضحية مهضوم الحقوق وشخص قوي مفترس تحت سيطرة الخوف والتهديد الدائم. ممكن نتحول ببساطة إلى دولة قوية، دولة حليفة في منطقة الشرق الأوسط، دولة مؤثرة. بس خلونا احنا، يعني احنا جانب من عندها، ما راح تقوم هذه الدولة بدون الأفراد، يعني أنا واللي سمعوا لي واللي يكتبون علي والنقاش اللي جاي يصير الدائر في كل مكان في العراق اليوم. هذا حتى نطلع بنتيجة إنه نقرر مصير. تقرير مصير دولة وشعب هو مو شغل فردي، هو مو شغلي بس أني، زين، هو شغل مجتمع كامل يصطف مع بعضه، وناس تساند ناس، يلا هذا الموضوع يتحقق. يعني لوحدي أو موجودين 10 آخرين على سبيل المثال، ممكن نتكلم منا بعد 100 سنة بمشروع الدولة العراقية وما حد يحقق على أرض الواقع، لأن المنادين به من الشعب غير موجودين. بس من يبدون الناس ينادون بمشروع الدولة الوطنية العراقية اللي تكفل حقوق الجميع ومؤثرة إلى آخره، مثل المواصفات اللي قلت لكم إياها، واللي إحنا فعلا عندنا هاي المؤهلات، إذا كثروا المنادين بها راح تلقون أنه هذا الموضوع جاي يتحول من فكرة إلى مشروع حقيقي وإلى دولة حقيقية الناس عايشين بها مرفهين، ويعتبرون وحدة من الدول المعاصرة والشعوب المعاصرة، ويصير عندنا تعليم جيد. يعني في مكان ما جامعة بغداد يفتحون يوم للطبخ، وزارة الصحة صارت تطبخ، بينما هو عمل الوزارات وعمل المؤسسات، مو الطبخ في عاشوراء، عمل المؤسسات والوزارات. وزارة جامعة بغداد مسؤوليتك انه تقدمين التعليم، تركزين على التعليم، على الفعاليات التعليمية. لما تنمسخ الاشياء الى اشكال القرية بهاي الطريقة، بعيدا عن قضية نظام وترتيب والى اخره، واكو اشياء مو يقولون ما هكذا تورد الابل، زين، لكل شيء سلوكه ولكل شيء اتيكيته. مو انت ممكن تربط، ما مستحيل تربط علق اخضر في عربانة بيع الخضروات وتقول هذا مقدس، واللي يحكي علي انا راح اهدده باسم الدين وباسم المذهب. اللي صار في جامعة بغداد شيء مخجل. قبل يوم اعتقد جامعة بغداد مستوى التعليم فيها جدا متراجع، ويعني للأسف أنه احنا نشهد هذا التراجع في التعليم العالي داخل العراق، لأنه الجماعة ملتهين أيضا يتلوقون للمسؤولين وللأحزاب الإسلامية السياسية والأساتذة. أنتم هاي مسؤوليتكم، يعني حفظ البلد هو مسؤولية أشخاص كثيرين، مو بس مسؤوليتي. أنت أستاذ، لما تشوف هذا التشوه وعدم الحفاظ على أداء مهمة مثل التعليم وتطوير المناهج بما اللي وصل للعالم، مو شغلك انه تتلوق وتسوي جذر للحسين. حتى حزب منو موجودين بالجادرية، حتى المجلس الأعلى يرضون عنك او ينطونك منصب أعلى. اشكال نعيد انسانيتنا ونترك هاي الافتراس، او نكون ضحايا بدون قدرة وبدون اختيار. هذا يتم عبر تحويل الناس إلى الإيمان بفكرة ومشروع اسمه الدولة العراقية، اللي تضمن حقوق الجميع واللي تدافع عن حقوق الجميع. زين، شكرا جزيلا لكم. أهم قريبا، يعني بعد يوم أو يومين راح أكون وياكم لايف. واللي عنده سؤال، أنا دائما أقولها هاي، اللي عنده سؤال، اللي عنده استفسار، اللي عنده تخوف معين، اللي مار بقصة معينة ويريد حل من أهل الموصل وواجهته أشياء
من أهل الجنوب يريد يغفر للناس أو الذو، أو العكس، واحد من أهل الجنوب وحس واحد سني أذاه ويريد يفهم شنو اللي جاي يصير، هو بس محتقن من الوضع اللي شلون يتصرف ويا هذا الشخص الثاني. هل أروح أحط طلقة براسه وأكتله؟ خلوني أقرأ تعليقاتكم، كتبوا لي على الصفحة أو على الرسائل قصصكم اللي من هذا النوع، وممكن نتدارس بيها ونسولف بيها أكثر، لأنه صارت كثير قصص بسبب الناس، بسبب خوفهم، بسبب كونهم ضحايا، بسبب عايشين يوم قيامة عراقي. فايش قد نحتاج نفهم هذا حتى نستوعب الآخرين بهاي اللحظة ونبني شعب، لأن الدعوة مو دعوة فردية، هذا النوع من الأشياء بناء بلد يراد له شعب ينادي به. أنا واحدة من المنادين، وأقولها بكل افتخار وبكل صراحة، أنا واحدة من المنادين والمبشرين بمشروع الدولة الوطنية العراقية. اللي يريد ينضم إلي واللي يريد يدعو لهذا من اليوم ويفكر به، وما يد... واحد جاي يشوف الأشياء بشكل كل الزين مثل ما أنا جاي أشوفها، خلي ينضم لي وخلي ينادي بهذا الموضوع، لأن اليائسين ما راح يفيدونا، واللي يقولون عليه من تحجون ما راح يفيدونا، يريدون مجرد الدوامة تستمر. شكرا جزيلا لكم، وراح شوية أبقى وياكم بالتعليقات للأسئلة.